من المعتاد أن يرسم المرشح للرئاسة الأمريكية صورة إدارته المستقبلية للبلاد، ويحدد العناصر التي ستساعده خلال حكمه البيت الأبيض. ومن الطبيعي حدوث تغييرات وظيفية مع أي رئيس جديد، حتى وإن كان ذلك الرئيس وسلفه المنتهية ولايته ينتميان إلى نفس الحزب أو يعملان معاً. هذا الأمر ينطبق على المرشحة الديمقراطية والرئيس الأمريكي الحالي، فرغم أن كامالا هاريس تدعم العديد من سياسات بايدن، لكنها ستقوم بتنظيف البيت الأبيض من الحرس القديم وتجلب داعميها إذا فازت في الانتخابات بحسب تقارير صحفية. موقع أكسيوس نقل عن شخصين مطلعين أن نائبة الرئيس وزوجها إلى جانب شقيقتها وزوجها حصلوا على قائمة بمستشاري بايدن والمانحين الكبار الذين يشتبهون في أنهم أساءوا إلى نائبة الرئيس أمام الصحفيين أو زملائهم الديمقراطيين على مدار 3 سنوات مضت. وتود هاريس أن تجري تعديلات في مجلس وزراء بايدن أيضاً، لكن الجمهوريين يمكن أن يجعلوا الأمر صعب عليها إذا فاز حزبهم بالسيطرة على مجلس الشيوخ، وأصبحوا المتحكمين في عملية تأكيد وتعيين المناصب العليا في إدارة الدولة. هاريس وإن فازت في صراعها المحتدم مع الجمهوري دونالد ترامب، يبدو أن صراعاً آخر ينتظرها داخل أروقة البيت الأبيض، فهل تحسمه قبل أن تصبح رئيسة للبلاد؟